كتبدا القصه مع واحد الصاد سميتو جون كيتفكى مراتو اللي توفات البارح. فواحد النهار كانوا كيتمشاو في البحر حتى سخفات، هزات دار الطبيب تما ماتت، غسل وجهه، ديمار طوموبيلته وتحرك للمقبره يدفنها. صاحبنا كان كيبان في وجهه باللي كيبغيها بزاف والموت ديالها دمرو. ملي سرى الدفن وتفركت الجقله جا عزا واحد سميتو ماركوس واساه شويه، من بعد ودعوه مشى. في الليله يكون جالس حتى غيسمع الدقان، فتح لقى ليفرور سينا ليهم، خذ داك الطرد اللي كان عباره على كلب ودخل. فتح واحد الرساله كانت معاه، تما عرف بلي مراتو اللي صيفطاتو ليه قبل ما تموت. فرش لي حداه صباح فيقو الكلب، فطرو بجوج وكيبان بلي صاحبنا لقى فاش يتلاها. بطبيعه الحال ما غيعوضوش بلاصه مراتو، ولكن ركادو من عندها وكيتفكرها بيه. حتى انا فين ما نشوف شي كلب قرني مقرنن كنتفكر الاكس. ناري ناري اش كندير لك شي ديال الكلاش. المهم بدل حوايجو، ركبوا معاه في الطوموبيل وتحركوا. في الطريق دازوا لواحد البومبا يديروا ليسونس، وهو تما وقفت حداه واحد الطوموبيل. جا عنده واحد من هذوك اللي كانوا في الطوموبيل، بقى كيتبوز عليه وقال ليه شحال تبيع هاد الطوموبيل. بقى جون كيشوف ورد عليه بلي الطوموبيل ماشي للبيع. صاحبنا في الوقيته اللي خاصو يمشي في حاله قال انا نقلب على جوا منجل. في هاد الوقيته جا صاحبو جرا ومشاو بجوج. تحرك صاحبنا لواحد المطار عسكري قديم، بقى كيدير شويه ديال الدريفت اللي كان هوايه ديالو. العشيه رجع للدار. قصه طلع هو والكلب ينعسوا، يلا دازت شي ساعه بدا الكلب كينبح ونزل كيجري. تبعو جون يشوف شواقع، لقى جوج واقفين وسط الدار. يلا بغى يسولهم اش كيديروا هنا. جا الثالث موراه ضربو طيحو وشبكو فيه بالركل. الكلب بدا كينبح ضربوه قتلوه. مور ما سلخو صاحبنا مزيان حيد واحد منهم الماسك وغيطلع هو اللي تلاقى في البومبا. ضربو غيبو، خداو الطوموبيل وعلقو. صباح غنشوفو جون مجبد حدا الكلب اللي غيكون ميت. خرج دفنو في الجرده، دخل نظف الدار، موراه شد البيت وتحرك عند واحد كيشري الطوموبيلات المسروقه. سولو واش كاينه هنا، بدا كيعاود ليه شنو وقع. قال لي هاد الصباح جا عندي طاره ولد فيغو، طلب منه يضرب معاه فيها، ولكن اوريليو ما عرفها ديال جون ويك، قال لي ديها وخرج عليا. بدا طاره كيضحك وقال لي ياك ما خفتي، راس لخنا عصا قتلنا ليه كلبو وما دار والو. اوريليو كيسمع هادشي جمع ما حبو بكروشي وجرى عليه. مور ما عاود لجون لافير سولو اش غايدير، قال لي عطيني الطوموبيل وخرج هاد السوق. غاد جون تحرك من تما وفيغو اتصل باوريليو، سولو علاش ضرب ليه ولدو. كي قال لي راه سرق الطوموبيل ديال جون ويك وقتل ليه كلبو ضربو الضو. قطع التليفون ونزل كيجري عند ولدو. مع تقدم معاه جا فيه بكروشي للكرش سخفو، بدا كيتفتف وسولو اش كيدير هادشي حيت سرق الطوموبيل ديال المرعود. عاودو بكروشي اخر وقال لي داك المرعود راه سميتو جون ويك، قاتل ماجور ما كيزقلش الهدف ديالو. بعيني شفتو قتل ثلاثة الرجال بقلم الرصاص. في الاخير عنقو وقال لي غير وده حيت ما غاديش يزقلك. في الجهه الاخرى غنشوفو جون كيحفر القبو ديالو، بقى هرس يا ما تهرس حتى وصل لواحد الصندوق كبير. فتحو تما غنشوفو انواع ديال الاسلحه. دبر فيغو على نمرتو من واحد الكتاب قديم واتصل بيه، حاول يتفاوض معاه ويفاصلوها بلا دم، ولكن صاحبنا داخل على القرعه وناوي على خزيت. فيغو مور ما شاف راسو ما قادرش يتفاوض معاه، بدا كيحاول يجمع ما امكن ديال الرجال باش يواجهوه. خدا جون واحد الدوش ضرب على حبهم الحطه. هاد الوقيته غنشوفو شي وحدين كيتسلوا لدارو، هز الفردي وخرج ليهم. تما غيبقى يبان لك بنادم كيتكركب في الدروج. ملي خوا الفردي كملها كروشيات مواس، المهم باش ما جاو بسم الله. ملي صفاهم كاملين سمع الدقان في الباب، فتح لقى واحد البوليسي سميتو جيمي. قال ليه الجيران كيتشكاو من الصداع ياك ما رجعتي للخدمه. قال ليه لا غاشي حساب كنصفيه وصافي. طل جيمي لداخل بان ليه بنادم مكسل، قال ليه السلام عليكم الله يعاونكم. شاب صاحبنا واحد سميتو تشارلي عنده شركه ديال تنظيف الجرائم، دخلوا للدار جمعوا الروينه مسحوا الدم وشارجوا دوك الجوتات. المهم حي لا حتى حاجه ما وقعات. في الجهه الاخرى غنشوفوا فيكو كيعرض جوج المليون على ماركوس مقابل يهنيه من جون. ماركوس وافق، هز السلاح ديالو، والنهار الاخر غنشوفوه مراقبو. وجون داخل لوطيل غيتلاقى وحده سميتها بوركينزا وغيبان بلي شي معرفه قديمه. دخل الشومبر ديالو ارتاح شويه، وفي الليل هبط لواحد البواط باش يعرف البلاصه ديال تارا. جلس مع واحد الصاد كيعطي معلومات فحال هادو، هضر معاه شويه والو ما بغاش يعاونو. مشى للكونطوار ياخذ شي كويس، شويه حتى جابت ليه السربايه ورقه مكتوب فيها البلاصه. طلع صاحبنا للشومبر ديالو، ضرب الجيري المضاد للرصاص وبدا كيخبع الاسلحه في حوايجو. لا لا تارا طاح مع راجل مو ما فيهاش. في الجهه الاخرى يكون تارا ناشط في واحد لوطيل صيفطوا ليه باه، ولكن اللي ما في خباروش هو دايرينو طعم لجون ويك. وصل جون للبلاصه، حط سلاح على واحد السيكيورتي سميتو فرانسيس. قال ليه مرحبا بحبيبنا جون، خدمه ولا غير دويره؟ مع قال لي خدمه، حيد لاسلكي وقال لي هنا اليوم عطله، والواحد ويفلت بروحه. صاحب تارا يكون في الحمام حتى غيبان ليه واحد طايح موراه. دار يشوف جا فيه جون بكروشي، عاود برك الهرس لي رجلو وقجو. سولو على تارا، مع قال ليه لتحت، خشى ليه راسو في لافابو وبقى شادو حتى عقدهم. طل من الفوق بان ليه تارا كيعوم في لابيسين، ديك الساعه بقى نازل وكيصفي في السيكيوريتي بلا حس. حتى لهاد اللحظه شافو واحد وبدا كيغوت وهي ترون. تارا شاف القضيه حامضه طلع كيجري من البيسين، جون صفى الحراس اللي تما وتبعو. جاو حراس اخرين مسلحين، بقى كيتبادل معاهم التير. في هاد الوقيته تارا خرج كيجري
يجري من تما، ركب مع واحد الطوموبيل وعلق. جون جاو في شي تيرات ولكن كلا عليه الجيلي، بغى يرد دقه القسلح خوا. ديك الساعه تخبع، بقى مسني الحارس حتى وصل حداه، تما طير ليه السلاح وجبكوا عليك. داك الحارس حتى هو ما ساهلش، ضربوا بقرعه للراس، هزوا على كتافه ولاحوا من الفوق. جبد جون فردي خور صغير من حوايجو، تيرا في داشرو وخرج كيجري من تما. تارا اتصل بصاحبه يسولو فين، جاوبو جون، قال لي صاحبك مشى يسرح النعام في الاخرة وقريبة تلحق عليه. رجع للوطيل كيعرج، طلب طبيب في الاستقبال وطلع للغرفة ديالو. باش تعرفوا هاد الوطيل كينزلوا في غير المافيا والقتالة، داكشي علاش واخا يوقع اللي وقع ما كيتصلوش بالبوليس. المهم طلع للشومبر ديالو، تما لحق عليه واحد الطبيب غرزو، قال لي خاصك ترتاح شوية، ولكن حيت عارفك ما غديرهاش هاكا دوا شرب منه فين ما تحس بالحريق. في نفس الوقت غنشوفو ماركوس كينصب السلاح ديالو قبل الشومبر ديال جون، نيش ليه في راسو ولكن ما تيراش. في هاد اللحظة بان لي شي حد داخل الشومبر وهو يضرب حداه باش يحضرو. ناد صاحبنا كيجري، هنا غنشوفو بروكينزا وغتكون حتى هي مع العصابة وجات باش تصفيها ليه. بقات كتيري هو كيتخوى، حتى لواحد اللحظة طار ليه على السلاح وضربها لما بقجة. هاي هاي حتى هي بنت الحرام صحيحة، طلعت ليه في دارو وتبتاتو، بقات كتضربو في الجرحة. هنا هز خبطها مع الطبلة، خنقها بواحد الملاية، كروشي اللوجة ولحم الزاج، وهي كتزحف وكتحاول تعلق. تبعها طلع سلاح في راسها وقال لي حرام نضيعو هاد الزين، اعطيني غير معلومة وحدة ونخليك عايشة. نعتات ليه واحد الكنيسة وقالت لي باللي فيه قديرة غير واجهها، أما هي في الحقيقة مقر ديال الأعمال ديالو. صاحبنا شاف هاد المعلومة غتنفعو ضربها غيبها، يلا غيوقف سمع السلاح كيعمر موراه. دار لقى واحد سميتو هاري، تا هو معرفة قديمة، سولو كي داير وقال لي نخليك تكمل شغلك. أباش يعجبوك هاد العصابات كيعطيو الماكلة اللوز قتلة، واحد الحاجة ما كتهمنيش ما عنديلاش نعرفها. وهو داخل غوت ليه جون وقال لي فيك ما تضربش بريكول، إنسان عادي غيسمع بريكول غيمشي بالو شي صخرة ولا شي هزة خفيفة، هادو لا بريكول عندهم هي تقتل شي 5 ولا 10. المهم الصباح دخل جون لديك الكنيسة، تعرض ليه القس سولو شحب الخاطر، جبد سلاح ضربو للرجل، بغاو شي وحدين تما يتدخلو تيرا في حبهم. قال ليه القس واش عارف راسك مع من درتيها، قال ليه جون عارف غادي توريني الباب. قتل الحراس اللي لتحت وطلب من القس يدير الكود، قال ليه فيكو يقتلني الا حليتو. رد عليه جون بلي حتى هو غادي يقتلو الا ما حلوش. القس شاف راسو ميت ميت، قال ارا نزيدو شي سواعات قلال، تما فتح ليه الباب. خرج دوك المحاسبات اللي كانوا لداخل، جمع الفلوس السندات والاشرطه كامله اللي تما، شعل فيها العافيه ومشى في حاله. في الجهه الاخرى غنشوفو هاري عساس على بروكينزا وهو كيهضر معاها، هرسات صباحها حيدات المينوط، بقات كدي وتجي معاه في الهضره حتى لهاتو. ديك الساعه جات فيه بطيط، دارت ليه مخده في وجهه وتيرات فيه قتلاتو. فيغو يكون قتل القس وخارج من الكنيسة، حتى غيبدا التير في الرجال ديالو، هز راسو لقى جون قاصدهم بواحد الرشاش، وهما كيتبادلو التير اليد اليمنى ديال فيغو سلات الطوموبيل. جون يكون خدام كيصفي الحراس حتى غيدخل فيه يشقلبو. جون غيب ومن اللي فاق لقى راسو مكتف وفيغو واقف قدامو. فيغو كان حاقد على حبو حيت حرق الكنيسة، صاحبنا ما بقاتش فيه الكنيسة ولا الفلوس، ولكن اللي بقى فيه هما التسجيلات والمستندات اللي كانوا فيها. حيت دوك التسجيلات هما باش كان كيبتز المافيا المنافسة، رجال القانون السياسيين تحايل قلتي هما اللي مخلينو الفوق. جون بقى كيشوف فيه وكيضحك وقال لي هادشي علاش استمتعت وانا كنحرقهم. فيغو سخط وجا فيه بكروشي للوجه وهو خارج، قال لي جون دابا سلمني ولدك وكلشي غيسالي، وخلاف هادشي فكون اكيد بلي غنقتلكم بجوج. خرج فيغو من تما كيضحك، والرجال ديالو ضربوا لجون ميكا في راسو وهما كيحاولوا يخنقوه. غنشوفوا ماركوس منيش من واحد السطح، ضرب واحد قتلو، تاني دار يشوف شواقع جا فيه جون بطيط، طيحوا في الارض وقجوا بدوك الكوليات حتى خرجوا عينيه. خدا ليه موس من الجيب، قطع الكوليات من يده، هز واحد الشوت كان وخرج كيجري لقى فيغو يلا تحرك، ضرب ليه التور من الجهه الاخرى وخرج قدام الطوموبيل. تيرا في الشيفور قتلو ونيش فيغو، قال لي فين ولدك؟ فيغو شاف راسو غيعقدهم، قال لي وعدني تخليني عايش ونقول ليك. بقى جون كيشوف فيه زعما قضي غراض، قال لي مخبع في واحد المستودع في بروكلين وعطاه العنوان. ديك الساعه خلاه واقف تما وتحرك، وصل للمستودع اللي مخبع فيه، تارا غيكون كيهضر مع صاحبه، شويه حتى غيبان ليه تضرب قرطاسه للراس، ما جا فيني استوعب شواقع، حتى بداو كيبانوا الحراس كيطيحوا واحد مورا الاخر، في نفس الوقت غيكون فيغو شاعل قارو في البيرو ديالو، ومسني خبر موت ولده، وتارا خارج من تما لقى جون واقف قدامه، تيرا فيه الكرش وقصده، يلا بغى يقول لي راه كان غير كلب وما يستاهلش هاد الشيء، ضربوا للراس قتلو. فيغو جاه اتصال قبل ما يسمع حتى اش غيقولوا، قال ليهم وجدوا، حيت كان عارف بلي جون ما غاديش يزقل ولده. جون ملي قضى الغرض وانتقم هز حوايجو من لوطيل، ركب في طوموبيلته وتحرك، وهو واقف مع ماركوس وكيشكرو حيت عاونوا في هاد المهمه. غنشوفوا بروكينزا مراقباهم، توادعوا كلشي كيبان بخير، ولكن وماركوس غادي لدارو تعرضوا ليه الرجال ديال فيغو، دخلوه لواحد الشومبر، تما
عدمو مزيان حيت ما قتلش جون كيف ما اتفقوا، ومن اللي حاول يهرب قتلوه. جون كان شاد الطريق لدارو، ولكن كي اتصل بفيغو قال ليه هادشي دار دوميتور ورجع ينتقم لصاحبو. بروكينزا كانت في العصابه ديال داك السات اللي عطى جون العنوان ديال تارا، ومور ما عاونت فيغو باش يقتل ماركوس جبدات الرئيسه صداع مع جون. داكشي علاش استدعاه لواحد المنطقه خاويه صفاها لوالديها، واتصل بجون عطاه الموقع ديال فيغو باش يعتذر على داكشي اللي دارت وحده من العصابه ديالو. فيغو يكون غادي للديبو ديالو باش يخرج من المدينه في هليكوبتر شويه حتى يبان ليه جون تابعهم. دخل في وحده من الطوموبيلات قلب والديها، وهو كيدخل في اللي راكب فيها فيغو غيكون فيغو كيموت بالضحك حيت عارف هذه التاليه ليه. بلوكاها مع واحد الميرسات نزلوا باش يدابزوا معاه، دار دوميتور ورجع كيدخل فيهم بالطوموبيل. داكشي ديال الجيطيه اليد اليمنى ديال فيغو بقى كيتفتف، وقال لي ناري كون كان عندي شي فردي. عطاه فيغو واحد وقال لي سبقني لجهنم انا شويه تابعك. يلا نزل كيجري من الطوموبيل. خرج جون قدامه تيرا ليه في رجلو، دار دوميتور ودخل في حبه بالطوموبيل قتلو، وهو ساهي دخل في فيغو بالطوموبيل وبقى دافعو حتى قرب يلوحو في الحافه وهو ينقز من الطوموبيل. نادو بدا كيقلب على فيغو لقاه واقف قبالته، لاح الفردي وقال لي كاع اللي بيني وبينك غنفاصلو عليك. بدا عليه بالكروشيات، هزو للسما وردخو في الارض، جبد فيغو موز الخضره باش يحيد الحقره، زرعو لجون في كرشو. جون طردق ليه يدو وعاودو به العنق، حنا غيطيحو في الارض وغيبانو بجوج واكلينها. بقى جون كيتقاتل حتى وقف وتحرك في حالو، اما فيغو فكانت الضربه ديالو خطيره وبقى تما حتى مات. داز جون على واحد الملجأ ديال الكلاب، استعمل شي مسكينات لقاهم تما، دبر على كلب خور دار ليه الصمتة خداه معاه وتحرك لدارو. مسخوط الوالدين عزيز عليه الصداع، في الاول جيب كلب خور اختصر عليك هادشي كامل واختصر عليا حتى انا راح القي نشف. وحتى لهنا غنكون وصلنا لنهاية القصة. هاد الفيلم عبارة على سلسلة فيها بزاف ديال الاجزاء، الى عجبتكم وبغيتو نديرهم كاملين قولوا لي في التعليق. ما تنساوش لايك كومنت سبسكرايب وبارطاجي مع صحابك. هادي انستغرام ديالي، كان معكم يوسف، تلقاو في الفيديو الجاي. بيس.